في سؤال بيقول: مشكلتي في الزواج اني خايفة منه، لاني بسمع مشاكل كتير وبخاف من موضوع تربية الاولاد ده، وبحس انه هو موضوع صعب، وكتير بقرأ قصص وبسمع حاجات بتتكلم عن عقوق الوالدين من الابناء، فالموضوع ده بيخوفني ومش مخليني عارفة اقدم على خطوة الزواج ده، وشايفة برضه في نفس الوقت ما انا مستريحة، ليه يعني اتعب نفسي وليه اعمل مشاكل وليه أعرض نفسي للمشاكل وأنا قاعدة مستريحة؟ الجواب: أي مشاعر خوف بتيجي للإنسان فهي نوع من أنواع الوسوسة. يعني إيه وسوسة؟ يعني الشيطان بيحول ما بينك وما بين أي خطوة فيها مصلحتك. فرب العالمين سبحانه وتعالى قالك ما تخافيش من بكرة، ما تخافيش من أي حاجة جاية، واللي بيمنعك من ان انت تبقي تعيش حياتك بشكل طبيعي الشيطان. فاول حاجه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، وان الله سبحانه وتعالى يعلم ان للشيطان دور كبير في فشل الانسان وتعبه، وليه مداخل كتير معانا متعدده. فسهلها علينا ازاي؟ بانه قال لنا واتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، وامرنا برضو باتباع النبي عليه الصلاه والسلام ونقلده، خلاهن بالنسبه لنا مثال محلول. يعني شوفي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه، يبقى هو ده خير الاحوال. طيب ايه علاج الخوف تاني؟ النبي عليه الصلاه والسلام يعني امرنا بان احنا نتفائل، فالخايف بيبقى متشائم. يعني مثلا الزواج في حاجات حلوه وحاجات وحشه، المتشائم بيبقى عامل ازاي؟ بيشوف الوحش بس، وبيسلم ودانه للناس اللي بتشتكي. طب ما اللي بتشتكي دي بتشتكي من بعض الحاجات، هي ما اشتكتش من كل حاجه، انما في جانب تاني حلو هي ما قالتهولكيش. فبالتالي الشيطان بيخليكي تتشائمي، يعني بيقولك ان الجواز متعب، الزوج ليه مطالب كتيرة، طب ما الناس بتتجوز وبتطلق، يبقى ده كله ايه؟ تشاؤم. وانا لو خلفت طب ما انا ممكن، ومثلا وانا حامل اتعب، ممكن وانا بولد اموت، كل ده نظرة ايه؟ نظرة تشاؤم. والاسلام عالج موضوع التشاؤم والخوف من المستقبل بالخوف، علاجه التوكل، والتشاؤم اللي هو برضه بيسبب الخوف علاجه التفاؤل. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتفائل. يعني نتفائل؟ يعني انا معرضة بعد الزواج الى الفشل والنجاح، لا انا ان شاء الله هنجح. معرضة مثلا لما احمل ان انا مثلا اخلف طفل سليم وممكن يبقى طفل مش سليم، لا ان شاء الله اطلع سليم. ومعرضة وانا في الولادة ان انا اتعب واموت، انا هقول ايه بقى في الحالة دي؟ لا انا ولادتي هتبقى اسهل ولادة، وزوجي هيبقى احسن زوج، وأولادي هتبقوا أحسن أولاد. إزاي بس؟ ده وهم. اللي قالك خليكي واقعية، الواقع بيقول إن في حاجة وحشة جاية، ده كان شيطان. اللي بيقولك لحسن يحصل ويحصل، ده شيطان. ندفعه بإيه؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه ونمشي وراه ونهتدي بهديه، مع طبعا إن إحنا ناخد بالأسباب. مثلا نتعلم، نشوف مثلا إيه اللي ممكن يخليني أعيش حياة سعيدة مع زوجي، إيه اللي ممكن يخليني مثلا أعيش مثلا أربي أولادي تربية كويسة عشان ينشأوا نشأة كويسة. يعني برضو لازم أخد بالأسباب، أنوي نية خير، أتعلم مثلا أمور التربية، أبتدي أستعين بالله سبحانه وتعالى في كل خطوة. ده غير برضو استحضار الثواب. يعني اللي بيعين الإنسان على أنه يعمل خطوة هي الثمرة. يعني إحنا مش بنحب المذاكرة في ذاتها، إحنا بنحب الثمرة اللي وراء المذاكرة. إحنا مش بنحب مثلا الخلفة في ذاتها، لا إحنا بنحب الثمرة اللي وراء الخلفة. طيب يا ترى الإنجاب ده إيه الثمرة اللي وراء؟ الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، يعني كانت محتاجة أكل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. هي دي الثمرة بقى، ثمرة انك انت تنجبي هي ان ممكن اولادك
يكونوا سترا لك من النار بحسن رعايتك ليهم، وان انت بتاكليهم وبتعلميهم وبتنظفيهم وبتلبسيهم. وفي حديث تاني صححه الألباني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وساقاهن وكساهن، اللي هي الرعاية، كن له حجابا من النار يوم القيامة. يعني لو هتخلفي بالنية دي فأنت إن شاء الله مأجورة، وأي تعب أنت بتشوفيه فهو في ميزان حسناتك، فبالتالي الثمرة كبيرة، فما تحرميش إيه نفسك من الثمرة دي، وعيش حياتك بشكل طبيعي جدا. الدنيا كده كده هيبقى فيها ألم، كده كده هيبقى فيها متاعب، كده كده هيبقى فيها مشاكل، سواء أنتي اتجوزتي أو ما اتجوزتيش، سواء أنتي خلفتي أو ما خلفتيش، تتعبي وتاخدي ثواب كبير أحسن ما إيه ما تتعبي ويجيلك اكتئاب ويجيلك توحد وتبقى قاعدة لوحدك وحاسة ان انت مختلفة وتحزني على نفسك، وغير طبعا المجتمع اللي حواليك مش هيسيبك، فانت دايما هتحسي بان انت حد يعني غير طبيعي، وبرضه مع تقدم السن هتحسي ان انت غير مرغوب فيك من الناس اللي حواليك لانك انت مختلفة عنهم. والله اعلم.